التقييم الاساسي بتاعنا، خلينا عايزين ننقل اول بطن عندنا، عايزين ننقل اول اسف اي اول اوبريشن عندنا، اول عمليه عندنا. فهعرف في جوه البرودكت فيو موديل، هعرف الكونتكست اللي هي عباره عن اكتيفيتي في فان ناقصه ايه، نرجع نظبطها. تمام، حلو جدا. لو محتاج ان انا الت انتر عشان يتابع الاندرويد دوت اب دوت اكتيفيتي في الامبورت. وهعرف ايه؟ هعرف الكيو. تمام، انا دلوقتي عايز اعرف الكيو بتاعتي عشان هستدعي كل الشغل بتاع الاي بي اي. على فكره في برضه ناس بتحب تضيف فايلز اسمها سيرفيس، برضه كلام معروف. هعمل انيشال انيشيت عشان اعمل كونستراكت بتاعي ان انا املى الكيو بالبيانات، والكيو اعرفه دايما بشكل واحد ان انا هنادي من الفولي اللي هو من كوب دوت اندرويد دوت فولي دوت تول بوكس دوت فولي، هنادي منها على نيو ريكويست وهيقول انا محتاج الكونتكست هديله كونتكست. تمام كده، ده كده تجهيزا بس لفكره ان انا عندي كيو جوه البرودكت فيو موديل. طيب هروح للمين اكتيفيتي اللي احنا كنا عاملين جواها اد برودكت، فاكرين الكود بتاع اد برودكت؟ انا مش هقدر اتحجج ان انا عايز اخد الكود ده كله واللوجيك بتاع الشغل وينادي ويجيب وبتاع، انا عايز ده كله يتنقل فين؟ يتنقل في الفيو موديل، ما يبقاش في الفيو. الفيو تبقى على طول دايما حاجه بتتعامل مع الانترفيس بشكل مباشر. اللوجيك بتاع يروح ويبعت بيانات ويعمل الكلام ده كله عايز انقلها عندي في الفيو موديل. ده مكانها الصحيح، كانت احنا قلنا دي البرزنتيشن لاير وهي اللي فيها اللوجيك بتاع الايه الانترفيس. فاهو على الاد نيو دي اخدت منها كات، هسيب دلوقتي الاد نيو دي فاضيه دلوقتي، وهرجع للبرودكت فيو موديل اللي عندي، واقوم جاي عامل ايه فانكشن عاملها بابليك عشان نقدر نوصل لها من الانترفيس بتاعتنا الاكتيفيتي بابليك فانكشن، وقلت له اد برودكت وادي الفانكشن اهي، وانت عامل بيست منزل كله اللي بقى 70 بوست بقى والريكوست والريسبونس وكل الحاجات اللي انت محتاجها في المكتوب كانت مقبوله في الكود اللي انت اخدته كامل بيست. ليه؟ لان المفروض ان دي تيجي من على الانترفيس، تخلص خلي الاكتيفيتي هي اللي بتنحمي على الانترفيس وبتكون الجيسون اوبشن وتبعته ليه؟ وتبعته للكود، لان هنا بتعامل مع كل لاين مكتوب فيه اسم كنترول، فمش مشكله. فدول خلاص ايه، انا هبعت لك الجيسون اوبجكت اعرف بقى اسميه بارنس وده نوع جيسون اوبجكت. خلاص شيء بارنس وجيسون اوبجكت، واجي نوع بدل ما اقول له جيت بارنس كفانكشن، لا هاخدها من الايه من البارامترز اللي فوق، لان البارامتر زي ما قلت كل سطر بيتكلم مع كنترول، فمش مشكله. جمعهم وتعليم قلت له اد، فهو اد بقى اللوجيك بتاعها بقى ازاي الاد مش هبيض له. مفهومه كده؟ طيب دي الاد، والكونتكست ابعته بقى الكونتكست البارامتر اللي موجود فوق بدل ديس، لكن ديس كنا في الشاشه، فما اقول له ديس كان بيعرف واعي نفسه على انه شاشه. كده اقول له كونتكست على حسب بقى الشاشه اللي ندهت على الاد. فغير كل التوست اللي عندي وراجع على ايه في الكونتكست. كلام جميل. كده انا عرفت بس بالفايل. عرفت الاد بالفايل. كويس جدا. في الفيو موديل يعني. والمين اكتيفيتي عايز بقى في الاد برودكت اقدر ابني على اللي موجود عندي في الايه في الاد اللي هي في الايه في الناحيه الثانيه دي موجوده في الجيم موديل. فقلت له مثلا ليت انيشيت عشان ابقى الفاريبل بقى اعمل له انيشاليزيشن بعدين. بس هو عملت بار وسميته برودكت فيو موديل، لان هنا دايما الشاشه اللي هتتعامل مع فيو موديل بتاعها. فقلت له برودكت فيو موديل ودي نوعها اصلا من برودكت فيو موديل. فانا بس كابتن اسمه الاصل كابيتال والفاريبل بتاعي البرودكت فيو موديل هو اللي اسمه. واقدر اجي بعد كده بقى في الاون كريت، اول ما اجي في الاون كريت اعرف البرودكت فيو موديل يعني مشيتها زي ما عملت مشيتها قبل كده للفولي والكلام ده كله. تعالى نحط ايه؟ الكيو اس. تعالى نكتب له برودكت فيو موديل يساوي يعني الشيء تبع ان انا عمل برودكت في موديل هيقول لي ابعت لي بس الكونتكست تو ذس اللي هي تبقى الاكتيفيتي بتاعتي. تمام كده؟ فكده هيبقى جاهز للشغل يعني. كلام جميل. كده بقى جهزنا ربطنا الاكتيفيتي بتاعتي بالايه؟ بالدي موديل. فاضل في الاد عايز اعمل بقى الشغل بتاع الاد. فانا اقول سهل جدا، انا على برودكت في موديل وانا على فانكشن اسمها اد برودكت. قال لي ابعت لي الجيسون، قلت له انا على الجيت بارامترز اللي تحت الفانكشن اللي بتجيب من كل تكست. التكست اللي هتديله على الشاشه. كده بعتها كده. كده تمام.
لو فاضي رفض تاخد الرقم. فهاجي مثلا شايف هدخل برودكت 102 وهسميه برودكت 102 والكاتيجوري بتاعته هسميها كات مثلا 10 والديسكريبشن اي حاجه برودكت ديسكريبشن مثلا والبرودكت بس خليه 102 برضه عشان يبقى مميز بالنسبه لنا السيل برودكت. طبعا هل البرودكت هل سكسسفول يبقى الدنيا تمام. لازم نتاكد نخش في البرودكت ليست البرودكت 102 اضاف كده تمام جاهزين ان احنا ان شاء الله نبدا نكمل بقى شغل على بعد عمليه الايه اللي ضغطه وفرق بين الموديل وما بين الاكتيفيتي.